مرحبا حبايبي، واهلا وسهلا فيكم بقناتي، ويعطيكم الف عافيه. رجعت لكم اليوم بوصفه جديده من وصفات الحلو بالكاسات، سهله التحضير ولذيذه كتير، بتناسب اعياد الميلاد، وفينك تجهزيها لضيوفك ولعائلتك بمكونات بسيطه جدا وطريقه سهله كتير. انا نزلت قبل هالمره طريقه الحلو بالكاسات، بس هالمره فيها افكار جديده. تابعوا معي الفيديو للأخير نشوف طريقة التحضير سوا. في عندي هون باكيت كيك جاهز، أنا اشتريته من السوبر ماركت. رح أفرمه بهذا الشكل وبعدين أطحنه كتير منيح، أو فيكن تستخدموا أي نوع كيك متوفر عندكم أو تشتروه جاهز. بعد ما فرطناه بهذا الشكل رح أحطه على طرف. طبعا هاي رح استخدمها للتزيين وبيعطي كمان نكهة طيبة. هيك شكله بعد ما طحنته. في عندي هون بالمرحلة الثانية بنحتاج 1 لتر من الحليب البارد، ما يعادل تقريبا 4 كاسات كبار. في عندي صفار بيضة واحدة، في عندي 3 معالق كبار من الطحين او دقيق، في عندي 4 معالق كبيرة من النشا. أنا هون ضفت كاسة كبيرة من السكر كمان، نسيت أصور السكر لأنه الكاميرا كانت مطفية عندي، فلا تنسوا تحطوا كاسة كبيرة من السكر. ونحرك المكونات على البارد ونحطها على الغاز مع التحريك المستمر. آخر شي ضفنا ظرف من الفانيليا، رح أضل بالتحريك لحتى يغلى معي ويتماسك، طبعا على نار هادية. بعد ما بلشت تغلي معي وتماسك معي الخليط، رح اضيف شوية من الكيك اللي طحناه بأرضية الكاسات مثل مظاهر عليكم بالفيديو. رح اضيف كل كاسة معلقتين، بعدين اسكب الخليط اللي سويناه بالطبقة الفوقانية. رح ارجع اضيف كمان معلقتين من الكيك اللي طحناه بهذا الشكل. أبدأ أضيف لكل الكاسات. طريقة سهلة كتير، مكوناتها بسيطة وطيبة كتير، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. بعد ما حطينا الطبقة الثانية كيك، رح أرجع بالطبقة اللي بعدها كمان أسكب الخليط لبين ما يخلص عندي الخليط. هيك صار عندي 3 طبقات تقريبا. بعد ما خلصت سكب وخلص عندي الخليط، رح اتركها تبرد تماما بدون ما احطها بالبراد، اعيفها برا لحتى تبرد، وبعدين ازينهم بكريم شانتي. طبعا انا الكريم شانتي انا جهزته وحطيت له ملون طعام، فيكم تحطوا اللون اللي انتم بتحبوه، انا حبيت احط له هذا اللون لانه لون المهلبيه ابيض، حبيت اضيف ملون طعام للكريم شانتي حتى يعطيني منظر حلو. بالنسبه لكريم شانتي فيكم تضيفوه على حاله بدون اي ملون طعام، بس انا حبيت احط له ملون مشان يعطيني لون وشكل حلو، خاصه الاولاد دائما بيحبوا الحلويات والاكلات اللي فيها الوان. طبعا طريقه التزيين ذوق شخصي واختياري، انا حبيت ازينه بهذا الشكل، انتو فيكن تقدموه بالطريقه يلي انتو بتحبوه. بعد ما خلصت تزيين بالكريم شانتي، في عندي بقيان شويه كيك، رح اضيفه كمان هون بالنص، كمان هذا ذوق شخصي واختياري.
هدول الكاسات بفضل أعملهم بأعياد الميلاد، بيعطي شكل ومنظر حلو للطاولة. آخر شي أنا زينت بشوية رمان أو أي نوع فاكهة متوفرة عندكم، أو فستق حلبي أو أي إضافات ممكن تضيفوها من عندكم، هذا ذوق شخصي واختياري. وهيك الكاسات صاروا عندي جاهزين، إن شاء الله ألف صحة وهنا على قلبكم. وإذا كنتوا أول مرة عم تفوتوا على قناتي، قبل ما تطلعوا منها لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. وهيك حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقة التقديم، وانتظروني دايما بوصفات جديدة. وشكرا لحسن المتابعة والاستماع، وباي باي.